كل سنه وانتم طيبين في مناسبه وتذكار نياحه القديس العظيم الانبا انطونيوس، واحنا النهارده مع كل الاباء الاسافه وكل الاباء الرهبان وكل الحضور بناخد بركه القداس في تذكار نياحته في هذا الموضع المقدس في دير القديس العظيم انبا انطونيوس. والحقيقه انبا انطونيوس مش بتاع الرهبان بس، هو بتاعنا كلنا كمصريين وبتاع كل العالم. لكن من الأمور المهمة اللي نحب إن احنا نسألها، هو إيه اللي خلى أنبا أنطونيوس يتجه للبرية ويتجه لهذه الحياة البعيدة تماما عن العمران اللي كان موجود حوالين نهر النيل؟ إزاي نشأت فيه محبة البرية؟ أولا، محبة البرية مش مقصودة على الرهبان بس، هي لنا كلنا. لكن أول حاجة دفعت هذا القديس العظيم أن يحب المسيح ويأتي لكي ما يكون معه، أول حاجة محبته للكتاب المقدس، محبته للكلمة المقدسة. بلا شك هو طفل صغير، طبعا ما كانش فيه وسائل تسجيل زي اللي موجودة النهاردة، لكن بلا شك هو تربى وكان يتعلم الكلمة المقدسة منذ صغره، والكلمة المقدسة القادرة على خلاص الإنسان زرعت في قلبه أن يحب مسيحه من خلال الإنجيل. وزي ما بيقول القديس بولس الرسول، الكلمة المقدسة هي قوة الله للخلاص. فالقديس أنبا أنطونيوس بالتأكيد شبع من الكلمة المقدسة في العهد القديم وفي العهد الجديد. ولما سئل وهو ناسك وقديس كبير ويسألوه إزاي الواحد يتخلص من الأفكار الوحشة اللي بتيجي على عقله أو تمر على ذهنه، فقال كده: أقرأ العتيقة وأعود إلى الجديدة، وأخلص الجديدة أرجع للعتيقة، فالعتيقة اللي هي العهد القديم والحديثة اللي هي العهد الجديد. بمعنى ان محبة الانجيل كانت مغروسة في اعماقه، في قلبه، في دمه، محبة الكلمة المقدسة. احيانا الواحد فينا يعتبر ان طريق ربنا صعب او ضيق، او انه مفهوش تعزية، او ان الطريق طويل جدا، أو الواحد يشعر مع إهماله يشعر بملل أو بتذمر. لكن محبة الإنسان للكتاب المقدس وللكلمة المقدسة، وزي ما بيعلمنا المزمور الأول اللي بنصليه في أول كل نهار: يلهج في ناموسه نهارا وليلا. يلهج، على طول الكلمة حاضرة. وحضور الكلمة المقدسة في حياة الإنسان ينشئ فيه محبة كبيرة لشخص ربنا يسوع المسيح، محبة الكلمة المقدسة. ولذلك أساس الحياة الروحية وأساس حياتنا الروحية في كل يوم هو تعمقنا وعلاقتنا بالكتاب المقدس. وفتشت عن وصاياك يا رب فوجدتها واسعة جدا. يعني ما فيش يوم من الأيام هيجي الإنسان يقول أنا خلصت الإنجيل وشبعت منه وخلاص بقى أدور على غيره، مش هيحصل. وطبعا زي ما كل الأباء وكل الأحباء يعرفوا إن في العالم توجد معاهد متخصصة دراستها فوق الدراسات الجامعية علشان كلمة المقدسة وتدرس في الإنجيل في كل شيء. أنت علشان تبتدي محبة قوية ومستمرة زي القديس أنبا أنطونيوس اللي هو قدوتنا النهاردة، يجب أن تكون محبة الإنجيل عندك صباحا ومساء، وعلاقتك بالإنجيل قراءة ودراسة وحفظا وحديثا، واحد يتكلم بيها، وتأملا، وحياة معاشة، لازم تكون حاضرة في كل يوم مع كل إنسان. فهو محبته الإنجيل بالشك بلا شك غرست فيه انه يحب المسيح ويتعرف على المسيح اكتر واكتر. دايما يقولوا كده لما الواحد هيقابل شخص مهم يروحوا جايبين بيانات عنه
زي سي في كده، قولوا الشخص ده عمره كده، اتولد في الحتة الفلانية، حياته الاجتماعية شكلها كده، يدي سي في. انت علشان تعرف وتعيش وتتعلم ومسيحك يبقى قريب ليك خالص، البداية هي من خلال الكلمة المقدسة. وكنيستنا كل ما فيها مبني من خلال الإنجيل، تسبحة اللي بنصليها كل كلمة متاخدة من الإنجيل، الأجبية اللي بنصليها كل صلاة غير المزامير يعني وغير فقرة الإنجيل متاخدة من عبارات وآيات الإنجيل. عشان كده القديس بولس الرسول يقف كده في مرة بشجاعة ويقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. يعني عرف المسيح جيدا. ما في واحد يعرف المسيح عن طريق ودنه بس، معرفة الودن دي يعني بيني وبينكم مش تمام، لكن معرفة القلب من جوه هي المعرفة القوية. حتى القديس أيوب الصديق قال كده في آخر سفره بعد ما اختبر بقى علاقته مع الله، قال كده: بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيني. أول حاجة محبته الإنجيل دفعته البرية. نمرة اتنين، محبته للكنيسة، بالتأكيد البلد اللي نشأ فيها والقرية اللي نشأ فيها كان فيها أبونا كاهن وكان فيها شمامسة وكان فيها شعب، وربما كان فيها كنيسة صغيرة كده معمولة بالطوب الني، ونشأ فيها وتربى من خلال أسرته وتعمد وهو صغير وكبر. ما كانش في أياميها في مدارس أحد، لكن كان في تعليم وكان في تربية من خلال البيت ومن خلال الكنيسة. محبة الكنيسة، محبة الكنيسة مش الجدران بس، الجدران بنحبها جدا، لكن كمان بنحب الكنيسة ككيان، ككيان بنكبر فيه. حتى ان الكتاب يقول لنا انتم هياكل الله. تصور كل واحد فينا هو هيكل، زي الهياكل اللي احنا بنصلي فيها دلوقتي واقفين قدامها، كل واحد فينا هو هيكل، هيكل لله وروح الله ساكن فيه. محبته للكنيسة يعني محبته للتراث القديم اللي الكنيسة عمالة تعيش بيه. احنا النهاردة كنيستنا عمرها 2000 سنة مثلا، تقريبا 2000 سنة. ال2000 سنة دول عاملين زي طبقات كده، طبقات ليرز ورا بعض فوق بعضها طبقات، ويا بختنا نعيش ونسميه الطبقات ده هي التسليم، حياة التسليم. يعني الألحان ده هي عرفناها النهاردة وجيل قبلنا سلمهن واللي قبل قبلنا وهكذا لغاية ما نرجع إلى أصولها الأولى. محبة الكنيسة في تراثها، محبة الكنيسة في إيمانها المستقيم، محبة الكنيسة في طقسها الجميل، طقس بتاعنا، محبة الكنيسة في الممارسات الروحية اللي بنمارسها كلنا في صلواتنا في أجبيتنا في مزامرنا في أصوامنا في أعيادنا في أيام النسك اللي بنعيشها زي أسبوع الألام إلى آخره. قديس أنبا أنطونيوس كان شخص بيحب الكنيسة، وعشان كده هو ثمرة نبتت من الكنيسة، وعشان كده عايشة لغاية النهاردة وإلى الأبد. محبته للكنيسة ومحبة المسيح اللي جوه الكنيسة، يعني هو بيجي الكنيسة علشان يتقابل ويا شخص المسيح، ويعتبر ان الكنيسة محطة اللقاء ومحطة الفرح اليومي بتاعه. وصارت الكنيسة هي كيانه كله، هي كل الكيان بتاعه. وتكون النتيجة الحلوة ان هذا القديس محبته في الانجيل زائد محبته للكنيسة وحياة الكنيسة كلها. ونمرة ثلاثة، محبته للسير الابائية القديمة. طبعا ايام أنبا أنطونيوس ما كانش فيه قديسين كتير، لكن كان بعض النساك هنا او هناك، بعض المتوحدين هنا او هناك، يمكن اشهرهم القديس الأنبا بولا، لكن في اخرين في اماكن كتيره. وكان كمان السير اللي كانت بتوصل للاسماع خارج نطاق، كانوا في منطقه البحر الميت في فلسطين، في بعض مناطق أخرى،
كمان بعض قديس الكتاب المقدس وأشهرهم القديس يوحنا المعمدان وإيليا النبي. فمحبة الآباء أو قراءة سير الآباء أوجدت في قلبه محبة الاتجاه للبرية. حط بقى كده الإنجيل، حب الإنجيل، الكنيسة حب الكنيسة، والأباء بحب الأباء، مع التربية الحلوة في البيت خلته يشتاق وينتقل مرحلة ولا مرحلة إلى الحياة البرية، ويجي ويؤسس حياة برية وحياة رهبانية، ويجي بقى في الحياة الرهبانية عشان يكمل. يعني هو مش حب الإنجيل وخلص، ولا حب الكنيسة وخلص، لا، ده جاي بقى هنا عشان يكمل مسيرة حياته في عمق، عمق جميل. نخش كنيسة زي الكنيسة الأثرية ده، هي ممتلئة بالصلوات، ممتلئة بروح الخشوع، ممتلئة بالوقار وبالنعمة اللي يسكبها الله فيها، ويبتدي يعيش بقى في البرية ويكون تلاميذ، وتبتدي بقى الحياة أو هذا النمط من الحياة ممكن نسميه الرهبانة حياة إنجيلية، ممكن نسميها حياة كنسية، ممكن نسميها حياة أبائية، وكل ده تجمع في شخصه المبارك. ونيجي احنا النهاردة أحفاد أحفاده نتنعم بهذه النعم، ونفتخر بالقديس العظيم أنبا أنطونيوس، ونفتخر بالبرية. ومن الحاجات المتميزة عندنا احنا كأباط في وسط شعوب العالم كله، ان احنا نحب نتفسح، ودي بين قوسين كده، او يعني ناخد بركة ويلا بينا نروح الدير، اي دير، الحمد لله عندنا في مصرنا أديرة كثير، اي دير قريب نروح الدير، نروح الدير نحضر قداس، نصلي، ناخد بركة من الاباء الموجودين، المهم الحياة الروحية. فالدير وسيلة لتنمية وترقية الحياة الروحية في نفوس المؤمنين. يعني ربنا حتى لو تبصوا لخريطة مصر كده تلاقي دير هنا ودير هنا، والبرية الشرقية والبرية الغربية، وفي الجنوب وعلى الساحل الشمالي. الأديرة الكتير ده كانت أكتر من كده زمان، وسيلتها وهدفها إنها ترفع الحياة الروحية للمؤمنين. وبالتالي ساكن الدير من الآباء الرهبان يجب أن تكون حياتهم الروحية مرتفعة دائما، ويكون حياتهم حياة رهبانية خالصة. والحياة الرهبانية الخالصة ده هي فيها كل التعزية، وفيها كل الفرح، فيها كل السرور الداخلي والبهجة الداخلية، والإنسان الراضي والفرحان باستمرار. قديس أنبا أنطونيوس أحد القديسين اللي في تاريخنا اللي بنفتخر بيه وبنفرح بيه، وبسيرته طويلة ربنا عطاه له عمر طويل تعدى 105 سنة، وزي ما سمعنا في السنكسار ينزل يسند البابا أثناسيوس وهو أكتر من 100 سنة، ينزل يسند البابا أثناسيوس وعمره أكتر من 100 سنة، وتخيلوا بقى راجل شيخ وربنا عطيله الصحة، لأن التاريخ يذكر أن لغاية 105 سنة سنانه ما كانتش وقعت، وينزل اسكندرية ويسند البابا البطريرك ويقف جنبه ويسند المؤمنين في حرب شرسة ضد هرطقة أريوس اللي كادت تؤثر على استقامة الإيمان المسيح. ربنا يبارك ويحافظ على هذا الدير، ونيافة الحبر الجليل أنبا يوسوس أسقف ورئيس الدير، وكل الأباء الأسقفة النهاردة فرحانين مع كل الأباء الرهبان في هذا الدير العامر، وكل الإخوة الأحباء. وربنا يعطينا من بركات هذا القديس العظيم في حياتنا وفي رهبانيتنا. Yeah.